فوز النهارده، لان اكيد الفوز بيرتبط بالمرحله اللي احنا موجودين فيها، لسه مرحله في غايه الاهميه زي ما انا اشرت ليها اكثر من مره لمشوار الكاس وافريقيا. لكن يمكن النهارده يعني ثلاث نقاط مهمين، واعتقد برضو بنحقق رقم يعني ان شاء الله هو كان رقم ترسانه محققاه من كذا سنه. احنا النهارده بنكسر الرقم ده وبنجيب اكبر نسبه اهداف في تاريخ الدوري المصري. طبعا، فهي دي برضو من الايجابيات بتاعت المباراه. لكن يعني اكيد برضو اصابه وليد ازارو هي اللي مضايق الواحد شويه، لكن هي دي كره القدم. لا لسه ما نعرفش يعني، بس يعني هي دي مضايق الواحد شويه. اشتكى بالخلفيه يعني. اتفضلوا. الله يبارك فيك. عدد نقط لفريق في تاريخ الدوري المصري ان شاء الله، يعني هي نسبه اجر ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا، يعني انا زي ما قلت، يعني هي بطوله الدوري السنه دي، وان كان انا طالبت برضو بالذات المنظومه الاعلاميه الخاصه بالنادي الاهلي موضوع ان احنا الفوز رقم 40 ده مهم جدا، لابد ان هو يعني مش يلتصق، يعني ينتسب للاداره، مجلس الاداره اللي موجود ولينا احنا كجهاز فني واداري، لانها النجمه الرابعه اللي بتتحط على تيشيرت النادي الاهلي. فانا طبعا سعيد ان هي اتحققت، وانا يعني الحمد لله موجود على جهة يعني راس الجهاز الفني او المدير الفني للنادي الاهلي.